مرحبا اصدقائي، مرحبا بكم في حلقه جديده ومن حصات رسائلكم اللي نتوما تبعتوها على الفيسبوك والانستغرام مع ميازي تي في. واليوم غادي نقراوهم. يلا نبداو بالرساله الاولى. سلام عليكم، انا ايلين اخي الياس، نحب عم يزيد كثيرا. شكرا لكم ايلين والياس على هذه الرساله، تحوك وتحو الناس بومرداس، وان شاء الله في اقرب فرصه نجيو نزورو مدينه بومرداس. يلا يا صديقتي النوبه، اعطي لهم تحيه. مرحبا صديقتي ايلين واخوك الياس، نهديو لكم الف تحيه وفرحنا بزاف بالرساله تاعكم. شكرا شكرا شكرا، واكيد سوف نزوركم في ولايه بومرداس الجميله. شكرا لكم ايلين والياس، نحبكم بزاف، فرحنا بزاف كي راسلتونا، اكيد راح نزوركم في اقرب فرصه في ولايه بومرداس، نحبكم. يلا نقرا يا اصدقائي، يلا نقرا الرساله المواليه. اسيل زراوي، عمرها 4 سنوات، من ولاد العربي، خميس الخشنة، تغني دائما إني جزائري. شكرا لك أسيل على هذه الرسالة، ونتحو أمك اللي ساعدتك في هذه الرسالة، ونتحو كل الناس ولاد العربي خميس الخشنة، شكرا لك. يا سلام صديقتنا أسيل المتابعة وفية الأغانينا، فرحنا بزاف انه عرفنا باللي تغني اغانينا. شكرا لك صديقتنا اسيل، نحبوك بزاف، ونحييو الوالده اللي ساعدتك باش ترسلي هذه الرساله. اهدي تحياتي للناس خميس خشنا، ونحبوكم بزاف، شكرا. يلا يا اصدقائي نقرا الرساله المواليه. سلام عليكم، اسيل جماعي، من بشار، عمرها 1 سنة، تحب كثيرا كثيرا أغاني وبرامج عمو يزيد، لدرجة لا تسمح لأمها بتغيير القناة. شكرا لك أحسن على هذه الرسالة، وانتحوا كثيرا، وانتحوا أمك اللي ساعدتك في هذه الرسالة، وشكرا لك لتابعتنا، وابقي دائما صديقة وفية لقناتنا. شكرا لك صديقتنا أسيل الصغيرة على هذه الرسالة وعلى هذا الوفاء وعلى هذه المتابعة، شكرا لك، نحبك بزاف بزاف، وإن شاء الله تكبري شوية وتجي عندنا الحصة، شكرا لك. شكرا لك صديقتنا الوفية أسيل، نحبك بزاف، ونتمنى تزورينا في أقرب وقت إن شاء الله، أهلا بك. هيا فرح، اقرأي لنا الرسالة الموالية. بالطبع يا صديقتي النوبة، سوف أقرأ الرسالة الموالية. الرسالة الموالية تقول: أنا اسمي إيلين بوقصة، أبلغ من العمر 1.5 سنة، من دائرة البرواجية، ولاية المدية. نتمنى لك يا عمو يزيد المزيد من التألق والنجاح، لا سيما أنك تهتم بفئة الطفولة. شكرا لك صديقتنا إيلين على هذه الرسالة، نتحو عائلتك، نتحو أمك وأبوك، نتحو خاصة أمك اللي ساعدتك في هذه الرسالة. شكرا لك صديقتنا إيلين الصغيرة على هذه الرسالة الجميلة، يعطيك الصحة وربي يحفظك إن شاء الله، إن شاء الله أنت اللي نشوفك في أعلى المراتب ويوفقك وينجحك إن شاء الله. وتحيه كبيره لوالديك اللي عاونوك باش تبعتي لنا هذه الرساله الجميله، خاطر عبالنا انت صغيره ما تقدريش تراسلينا، نحبوك. شكرا لك ايلين على هذه الرساله الجميله، ونوجه تحياتنا للناس البرواقيه ولايه المديه الجميله، للناس الغاليين، شكرا لكم، نحبوكم. هيا فرح، اقراي لنا الرساله المواليه. بالطبع يا صديقتي النوبه، الرساله المواليه. سلام عمو يزيد، انا ميرال العابد، عمري 7 سنوات، من بلدية بوحجارة، ولاية الطارف. نشكركم على القناة الرائعة ومجهوداتكم في إسعاد الطفولة. نشكر أبي محمد وأمي شهرزاد. شكرا لك على هذه الرسالة، تحوك تحو كل ناس عائلة الطارف. شكرا لك صديقتنا ميرال على هذه الرسالة الجميلة التي أدخلت السرور إلى قلوبنا، يعطيك الصحة صديقتنا، نحبك بزاف بزاف، ونحيي والديك
بالمناسبة، ونحيو كامل سكان ولاية الطرف، يعطيكم الصحة. شكرا لك ميرال على هذه الرسالة الجميلة، ونهدي تحياتنا للناس ولاية الطرف. هيا فرح اقرأي لنا الرسالة الموالية. بالطبع يا صديقتي، الرسالة الموالية. سلام، أنا مسعودي معاد من ولاية باتنا، عمري 8 سنوات. أهدي تحياتي لأمي وجدي وجدتي وكل خوالي وأصدقائي في المدرسة، وتحية كبيرة لعمو يزيد. شكرا لك معاذ على هذه الرسالة، حسنا نصحوك ونصحو كل ناس باتنا، ونشكرك على هذه الرسالة. أكيد صديقي معاذ، تحية كبيرة لك أنت على هذه الرسالة الجميلة، يعطيك الصحة، ونحييوك ونحيو كامل ناس باتنا. الله يحفظك صديقنا. ونحيو الناس ولاد باتنا، نحبكم بزاف، شكرا لكم. فرح، هل هنالك مزيد من رسائل حلقتنا لنهار اليوم؟ للأسف لقد نفد منا رسائل، لكن في الحلقة القادمة سوف نأتي بالمزيد من الرسائل. لا تنسوا ترسلونا يا أصدقائي باش نقرأ بزاف من الرسائل. أنا حزينة جدا، لكن نحن في انتظار رسائلكم يا أصدقائنا. ما تنسوش ترسلونا على صفحتنا على الفيسبوك أو على الانستغرام عمو يزيد تيفي، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب في الصفحة. شكرا لكم أصدقائنا، نحبكم بزاف بزاف. إلى اللقاء. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا أطفال، نحن نحبكم بزاف.